السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عندنا جهاز ايفون 7 بلس، بنعمل له تحطي لحساب اي كلاود مع تشغيل الشبكة على اداة اي اف تي برو. يا ريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول شيء مباشرة نفتح اداة اي اف تي برو. اي شخص عنده اي اداة بده اعمل عليها فيديو حتى لو مدفوعة يبعث لي وانا بعمل عليها الفيديو قدر المستطاع. بعد ما فتحت معنا الاداة بالشكل هذا نتوجه، طبعا انا شرحت الاجهزة الموجودة في الفيديوهات السابقة. بدخل مباشرة على ابل، بروح على خيار رام ديسك وضل على خيار وان كليك، والجهاز في وضع التشغيل. طبعا الجهاز لازم يكون مسكر قفل زي هيك، هاي هي الحالة اللي بتزبط. شاشة الهالو سكرين لها الفيديو اخر، نضغط ستارت. اعطانا تشيك، نعمل هيك نشيل الفيش بنرد نرجعه ونعمل. طيب طلب منا هلا هيك انه ما رد يقرا، فبندخل في وضع الديفيو مود، نضغط خفض الصوت والباور، بعدها نرفع ايدنا نرجع نضغط خفض الصوت لوحدها. هيك دخل في وضع ريكفري. الان بدي ادخله وضع الديفيو مود، الصوت مع الباور في الجهاز، بنتظر شوي بعدها بشيل اصبعي عن الباور. 1 2 3 برفع الباور، بضل ضغط خط الصوت. الان بعمل ستارت، طلع لي هذا الخيار. انا اصدار الجهاز 15.8، اختار هذا الخيار 15 وبعطيه اوكي. في ناس لما يبلش بالخيار الاول يعمل ريد زي الادوات الثانية يشوفه صار خطأ مباشرة بتوقف وبطل يعرف شو يعمل. اتعمدت اعمل الخطأ عشان تعرف انه اللي بتعمله يعني في له مش هو الصح. هلا بلش ينزل في الملفات. خطوات فتح الجهاز مع شبكة لازم تكون حريص فيها، تتخذ جميع الخطوات بشكل صحيح، ما بصير تتجاوز اي خطوة. اعطى الاولى فيلد، ثاني اوكي، بلش عنا ياخذ اوكي. لا تنسى اللايك، اللايك بدعمني يا جماعة أقدر أكمل وأنزل فيديو. طلبتوا مني برضو شرح على Unlock Tools، إن شاء الله راح أعمل لكل الأجهزة على Unlock Tools بعد ما أخلص الـ EFT مباشرة. طبعا الجهاز يا جماعة أنا بالأصل بعرف كلمة السر وبعرف الآي كلاود. للناس اللي بتسأل يعني أنا بسكر بحط عليه آي كلاود وبحط عليه كلمة سر وبخليه بالوضعية اللي هي أنت لازم تعملها فيها سوفت وير، يعني يكون مسكر باسورد. أنا بعرف الآي كلاود وبعرف كلمة السر، بس أنا عشان أشرح لك الطريقة برجع بسكره، بخليه يسكر الآي كلاود ويسكر كلمة السر. يعني بس بحكي عن السفن بلس، الباقي الأجهزة أنا بشتغل عليها هي مسكرة آي كلاود أصلا، فبعملها بس تخطي بدون شبكة. زي ما شايفين أخذ وضع الرام ديسك بشكل كامل، طلع لنا مسج. نضغط على السهم وأنا بحكي لك بدك تاخذ باك أب ريستور أند. أنا بدي آخذ هلا باك أب، أضغط على باك أب.
بضغط اوكي. هلا انا هيك بطلب منه ياخذ نسخه احتياطيه لمعلومات الشبكه. الان بيسالني بدك تعمل ريبوت اعاده تشغيل ولا بدك تمسح المعلومات كامله عن الجهاز. الان انا بدي اعمل عمليه مسح، فراح اختار الخيار الثاني Erase All Content، بعدين بعمل اوكي. خليه يتمم عملية المسح، خليه يشتغل الجهاز بشكل كامل، وراح يكون هيك مسكر iCloud. يعني بحاول انا كل جهاز بحصله يا جماعة اعمل عليه فيديوهات على كل الادوات، حتى لما يعني يمر علي زبون وبده يفتح جهازه زي تليفون الاكس على سبيل المثال اللي عامل عليه فيديو، عملت له تخطي مع تشغيل شبكة. الجهاز اخترت اني اعمله على اداة مجانية مش مدفوعة، يعني بعطي الاولوية للاداة المجانية وبعدها بشتغل على المدفوع، يعني اذا كان عندي يعني اكثر من جهاز. هيك عمل مسح للمعلومات اللي على الجهاز، نظف الجهاز بشكل كامل واخذنا نسخة احتياطية. الان بعد ما يشتغل بدنا نعطيه النسخة الاحتياطية عشان نشغل الشبكة ونشغل الجهاز في وضع التخط. مازال الجهاز بيشتغل. لا تنسى الاشتراك في القناة، بتدعمني باشتراكك بقدر انزل فيديوهات كمل في هذا المشوار. اذا حبيت تعمل ريستارت مش ريستور، يعني خليت الجهاز يشتغل او كبست عليها بالغلط واشتغل معك الجهاز، يعني بشكل بسيط بتروح على ايتونز بتدخل الجهاز بوضع الديفيومونت وبتعمل له ريستور. لكن هذا الخيار بيسهل عليك انه يعمل مسح للتليفون بشكل كامل بدون ما انت تضطر تدخل على الايتونز وتعمل له عملية المسح. تعمل عملية المسح تستغرق شوية وقت حسب تليفون البيانات الموجودة عليها. اشتغل التليفون زي ما انتم شايفين مسكر بشكل كامل. لو دخلنا على 3U Tools راح نلاقي انه نو اكتف وعليه iCloud. الان الخطوة التالية نرجع على نفس الخيار ونعمل ستارت، وهنا بنختار Activation without serial number، نضغط اوكي. هون راح يحكي لنا انه دخل الجهاز في وضع الديفيوم. وقعت الكاميرا، ثبت الكاميرا كمان مره، عندي مشاكل مع الكاميرا. نضغط خفض الصوت، فقط خفض الصوت مع الباور. بعد ما نرفع ايدنا وبنضغط خفض الصوت كمان، بنرفع ايدنا كامل نرجع نضغط خفض الصوت لوحده. ليش؟ عشان ندخله على وضع الريكفري. ليش بعمل هيك؟ لما ادخله على وضع الريكفري بعدها الديفيو مود مستحيل الجهاز يخرج من عملية الديفيو مود ويعمل اخطاء على البرنامج. الان بدخل في وضع الديفيو مود، بضغط خفض الصوت والباور
لما يطفي الجهاز بعد 1 2 3 طفى، 1 2 3 برفع ايدي على الباور بضل ضاغط خفض. اشتغل معي في وضع الدفي مود، الان بضغط اوكي. انا خليت الشريحه على كل حال داخله. الان الخيارات، نختار خيار 15، اضغط اوكي حسب الاصدار الموجود عندك. يدخل في وضع الرام ديسك. طلع حط على الجهاز وانت تشوفه بتلاقيه برمش لانه بدخل في وضعيات، يعني بشبك بفصل كذا، يعني الاداة بتشتغل لوحدها. انا بصراحة بالنسبة لي يعني شفت فيها اختيارات كثير بتختار في هاي الاداة، يعني لقيت اداة AU Tools اسهل اداة نشتغل فيها، ما بتعطيها اوامر غير امرين. هنا اغلب الادوات يعني بتعطيها من 4 لتقريبا EFT 10 اوامر عشان تخلص عملية الباك اب، يعني اصعب شوي. والانلوك تولز كمان اصعب اكثر، بس راح اعملكم فيديو برضو على الانلوك تولز لكل الاجهزة ان شاء الله. بلشت عملية الرام ديسك. المبتدئين انا ما بنصحهم يبداوا بادوات زي هيك، زي هاي الاداه. هلا فتح معنا خيار، بختار ريستور باس كود وبضغط اوكي. انا بس عملت، يعني راح اعمل فيديوهات هاي بناء على طلبكم بس فقط لا غير. عمل اكتف فايل ريستور، انتظر لغاية ما يشتغل الجهاز. يخلص الأوامر اللي أخذها ويشتغل بشكل كامل، ونجرب برضو الشبكة. اللي عنده أداة حتى شو ما كانت الأداة يا جماعة نعمل له، يعني عنده فيديو عليها نعمل فيديو ما في مشكلة. زي ما شايفين اشتغل الجهاز بشكل كامل. اكتب يس، اوف اوف، نعمل نيكست، جوردن كونتينيو، هون بنعمل التالي كونتينيو، لا ما بدنا بصمة، ست ليتر، ما بدنا باسكود، وعندك هون دونت يوز، دونت ترانسفير، ما بدي احط اي دي. طيب هاي اضغط على هاي عشان يتجوزها.
صار عندكم مجموعة فيديوهات للآي كلاود كبيرة، يعني لأغلب الأجهزة، تقريبا كل الأجهزة عملنا عليها فيديوهات، عملنا بشبكة وبدون شبكة، وظل عندي أعمل في كم من جهاز هيك، آيبادات، شوية آيبادات بنعمل لها فيديوهات، تاخد لسه بتعد هون الشبكة زي ما شايف هون بالزاوية. هي بتعد، هي نسيت انه فيها في خط، لازم شلت الخط عشان ما ياخذ معنا الوقت. set up later don't use agree continue enable continue share okay. زي ما شايفين فتح معنا الجهاز بشكل كامل. الآن بدنا نجرب الشبكة، نتصل على الهاتف، زي ما شايفين وصلنا على الهاتف. ألو ألو، هل تسمعني؟ أجب، أسمعك بوضوح. هون زي ما شايفين اشتغل معنا الخط، وهنا برضو نتصل. حب تيمة، كل فيديو أعمل اتصال وأعمل استقبال، مش عارف شو الفرق بس خلص. هيك يا جماعة، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. هذا كان الفيديو لليوم، نراكم في فيديو قادم. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.